عندكم سؤال في الجغرافيا، امتى جوكر؟ في الجغرافيا. الجغرافيا دوسوا على البازل. الاسئله كلها صعبه. طب حلو، مش جغرافيا، تاريخ، ادب، علوم. يعني انتوا متخيلين ان انتوا الاربعه أيوة. هتقعدوا جنب بعض وهنديكوا اسئله سهله؟ ما احنا غلابه يعني، واحنا غلابه. هو والله انت مبدئيا انت عبد الرحمن بدري مش غلبان. معاك كم كاس من العباقرة؟ 3 لاعب وفي 2 مدرب، يعني شفت 5 بس. طيب بيقول لك انا غلبان في الاخر. جغرافيا، والسؤال هو ترونسي هي من اكبر البحيرات باحدى الدول الاوروبيه، فما هي مساحتها؟ حوالي 25 كيلومتر مربع. ترونسي اقصى عمق ليها 190 متر، محاطه بالجبال، والبحيره دي مكان سياحي مشهور جدا. سعاد رضا بيدبسوكي على طول ولا ايه؟ اجابتك يا سعاد سويسرا. مش سويسرا. اجابه خاطئه. فرصه 20 نقطه. مش سويسرا ممكن تبقى ايه؟ انا حاسس ان انا قريت الاسم في السويد. السويد كنا هنقول دوله اسكندنافيه، وممكن ما نقولش، بس هي مش السويد طبعا. اجابه خاطئه. 4 اختيارات بزائد 20 او ناقص 10. المانيا، النمسا، هولندا، تشيك. زي ما بيقولوا نو ريسك نو فن، وده موسم لل موسم للفن. يعني انا الحمد لله استبعد. طيب استبعدت ايه؟ هو احنا مشيناها سويسرا وجبال ونفس الطبيعه، فهتبقى النمسا يعني. الله عليك يا بدري، اجابه صحيحه بالفكر. بيفكر. ما انتوا بصوا، لو استنيتوا حطير منكم النقاط. الفريق ده فريق تقيل، مرشح للبطولة. جوت 30 والبصمة مفيش نقاط وعند